Is this wonderful? When they opened Disneyland in 1956, nothing worked. It opened at 55. Nope, 56. Jerk, it was definitely 55. ميس! بس أنا السنة دي عملت ثلاث مسلسلات، واحد منهم ما تعرضش، واحد اللي هو النار والتين، وعملت طرف تالت، وعملت مسلسل تالت كان اسمه كيكة على العالي. إنتاج أستاذ محمد فوزي وإخراج أستاذ نادر جلال. أنا وحسن الرداد وأحمد صفوت وأيضا عامر. طب يعني أدينا أربعة مثلا في طرف تالت احنا حوالي 8 او 9 هنا احنا برضو مع كل الشباب معانا فما عنديش حته ان انا ابقى لوحدي دي ما فكرش فيها كده خالص You see why would Spielberg have spared no expense with cutting edge CGI dinosaurs only to get a year wrong I mean that's just stupid Yeah that not as good as sequels that Jurassic Garbage and Jurassic Garbage 2 Alan Strikes Back